السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، موضوع كتير مهم جدا لكل شخص عنده إيميل بموبايله أو عنده قناة على اليوتيوب أو قناة على أي موقع تاني غير اليوتيوب، تمام؟ الموضوع بيحكي عن الأمان، الأمان بالله طبعا، أمان القناة تبعك، يعني كيف تفوت وتعمل خطوات الأمان لقناتك إنه ما تنسرق وما حدا يفوت يعمل لها هكر، وبالإضافة للإيميل تبعك إنه كمان تعمل له أمان مشان ما حدا يفوت كمان يخترق إيميلك وياخذ بياناتك ومعلوماتك الشخصية، تمام؟ وسامحوني إنه راح طول شوي بالفيديو، بس موضوع مو بإيدي، يعني أنا بشرح، بحاول إني أشرح بمختصر بس بنفس الوقت إنكم تستفادوا وتفهموا يلي عم نشرحه مشان ما يروح لا تعبي ولا تعبكم على الفاضي، تمام؟ فسامحوني إني عم طول بالفيديو بس مو بإيدي، هذا لازم ينشرح خطوة بخطوة، تمام؟ وأنا عم بختصر، صدقوني إنه عم بختصر كتير شغلات ولا بتشوفوا أنتوا. الفيديو كتير مهم، راح أشرح مثل العادة خطوة بخطوة وتكون بسلاسة قدر الإمكان مثل العادة، تمام؟ فهلأ رح نحكي خطوة خطوة مع بعض ورجيكم كيف تعملوا هاي خطوات الأمان عندكم بالإيميل والقناة تبعكم مشان ما حدا يسرقها أو يخترقها أو يعمل لها أي مشاكل عندكم على الموبايل، تمام؟ قبل ما نبلش الله يخليكم يلي عم يشوف الفيديو جديد، اعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو واشتركوا بالقناة، أهم شيء اشتركوا بالقناة حتى تدعمونا ونشجع أني كمل بهذا المشوار اللي بدينا فيه، تمام؟ ما راح طول عليكم، يلا خلينا نبلش وحنشوف هلا الشرح مع بعض. هلا عنا اول شغله راح نساويها، راح نفوت على حساب الجيميل تبعنا، تمام؟ نكبس على الجيميل بيقوم بيطلع لنا الحساب الجيميل تبعنا يلي موجود هون، تمام؟ شو لازم نساوي نحن؟ لازم نكبس على هي الصوره يلي هي تبع القناة تبعنا، تمام؟ ومنفوت على كلمة إدارة حسابك على جوجل، تمام؟ منكبس عليها بيقوم بيفتح لنا على هي الصفحة، تمام؟ هلأ هي الصفحة فيها كتير شغلات بس أنا رح أشرح لكم هلأ الشغلة المهمة والنقطة المهمة اللي نحن رح نحكي عليها مشان ما نضيع، تمام؟ وبعدين رح ارجع اشرح لكم واحدة واحدة عن هدول، بس هلا اول شيء رح نحكي عن النقطة يلي انا عامل فيديو مشانها. مثل ما كنتم شايفين عنه هون مكتوب هون الصفحة الرئيسية، المعلومات الشخصية، البيانات والتشخيص والتخصيص. بنروح على اليسار بنلاقي كلمة الأمان، تمام؟ بنكبس على هي الكلمة تبع الأمان بقوم يفتح لنا هي الصفحة. بس يفتح لنا هي الصفحة هون، شوفوا شو مكتوب أنا عندي هون. هلأ الأمان بالله أنا مأمن الحساب عندي وعامل الخطوات كلها تبع الأمان. عنا هون الحفاظ على أمان حسابك، يمنحك فحص الأمان، اقتراحات مخصصة لتأمين حسابك. حاطط لي إشارة صح هون أنه أنا أمنته، تمام؟ هي شغلة. شغلة تانية عندك هون نشاط الأمان الأخير، يعني ما في عندي أي مشاكل، ما في أي تنبيهات في آخر 28 يوم، تمام؟ هون تحت عنا تسجيل إلى جوجل. أنت إذا بدك تفوت على جوجل هون مشان تأكد حسابك بتفوت وبتكبس هون. بس تكبس هون، هون عم يقول لك نحن مشان أنت تفعل هي الميزة لازم إنك تحط كلمة المرور يلي حاططها على إيميلك، تمام؟ رح نحط كلمة المرور هلا بعد ما حطيت كلمة المرور أنا بدي أعطيه التالي. هلأ بعد ما فتت أنا وكبست على هاي التأكيد الباسورد، شوفوا شو فتح لي، عم يقلي هون كلمة المرور، ننصحك باختيار كلمة مرور قوية وعدم إعادة استخدامها في حسابات أخرى. سيؤدي تغيير كلمة المرور الخاصة بك إلى تسجيل خروجك من الحساب على كل أجهزتك، تمام؟ هل تشعر بالقلق من أن يكون شخص آخر يستخدم حسابك؟ يمكنك في أي وقت الاطلاع على الأجهزة الذي سجل الدخول عليها في صفحة الأجهزة، تمام؟ هون
هي لكل الناس اللي حابين انهم يغيروا كلمة السر تبع ايميلهم، يعني شكوا انه في حدا مثلا مخترق ايميل هون، واكتشفوا انه في حدا مخترق الايميل هون، بتفوتوا انتو بتغيروا كلمة السر تبع الايميل الاساسية تبعكم، بتحطوا هون تحت كلمة سر جديدة، تمام؟ بس تحطوا هون كلمة السر، انتو بتعطوا هون تغيير كلمة المرور، بيأكد لك ياها وبيقول لك تأكدت وتغيرت كلمة السر، تمام؟ بس انا عندي هون هلا ما في مشاكل الحمد لله، ما بدي اغيرها. فهي اول نقطة حكينا عنها، وبتفوت انت على حساب جوجل، بس تفوت عليها هي مشان تغير كلمة السر بحسابك اذا انت شاكك او اكتشفت حدا مخترق حسابك، تمام؟ هلا خلينا نرجع على الصفحة الرئيسية، تمام. هلا بعد ما رجعنا على الصفحة الرئيسية، عندنا الكلمة يلي تحت مكتوب هون التحقق بخطوتين. هي كتير 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 مهمة عندكم يا جماعة، هي مهمة جدا. هي شو مهمتها؟ انتو بس تفوتوا وتعملوا هي التحقق بخطوتين، بتفوتوا مشان تفعلوها. هلا رح اورجيكم كيف الطريقة اللي بتتفعل فيها. بنكبس عليها هلا، يقوم بإنك بدك تفتح على جوجل كروم. بنفتح على جوجل كروم، هون عم يقول لي للمتابعة يجب أولا إثبات هويتك، لازم حط له كلمة السر تبع إيميلي، راح حط له إياها وأرجع لكم. هلا بعد ما حطيت كلمة السر أنا عندي هون، راح أعمل له التالي، شوف شو بيعطينا. هون شو عم يقول لي هلا؟ الخطوات الثانية المتاحة، يساعد استخدام خطوة ثانية بعد إدخال كلمة المرور على إثبات أنك أنت من يسجل الدخول. هي أول نقطة بيسألوك عنها، انه انت مشان يعرفوا انه انت فايت تغير المعلومات، انت ولا في حدا تاني عم يعني يشتغل هاي الشغلة، تمام؟ فمشان هيك بيقولك حط لنا كلمة السر. بعد ما تفوت على هاي الصفحة، هون عم يقولك الرسائل المطالبة من جوجل، بعد ادخال كلمة المرور يتم ارسال رسائل مطالبة جوجل بشكل امن الى كل هاتف سجلت الدخول عليه، ما عليك سوى النقر على الإشعار لمراجعته ثم الدخول لإيقاف تلقي مطالبات على هاتف معين، عليك تسجيل الخروج من حسابك على ذلك الهاتف، تمام؟ يعني عم يقولوا لك هون إنه أنت هلا بس تفعل هاي الخطوتين، تمام؟ بس تفعلها عندك أنت هون فورا بيقولوا لك إنه أنت أمنت حسابك على هذا الجهاز. يعني مثلا أنا شوفه مثلا عامل تأمين الجهاز عندي على جالكسي نوت 10، هلا هون انا مثل ما كن شايفين عامل خطوتين وعامل هاي الشغلة على جهازي. رح ننزل لتحت مثل ما كن شايفين عندي انا هون، هلا انا نزلت هلا لتحت. هون النقطة المهمة، هلا انا هون ضايف رقم موبايل، تمام؟ رقم الموبايل اللي ضفته، ليش هذا الرقم الموبايل اللي ضفته انا؟ بصير كل مين بفوت بيخترق حسابي تبع الجيميل او القناة او بيعمل اختراق عندي بالجهاز باي شيء، فورا توصلني رسالة امان على موبايلي، وبتقلي الرسالة انه في حدا عم يحاول يخترق جهازك هلا، انت ولا مو انت؟ اذا انت بتلاقي حاطي لي كلمة انه تأكيد، انه اكد انه انت، واذا مو انت حط انه مو انت، لا مو انا، مشان احنا نتخذ الاجراء اللازم، تمام؟ هاي شغلة كتير مهمة. فأنتوا شو لازم تساووا هون؟ بتكبسوا على هاي إضافة رقم هاتف، بتفوتوا وتضيفوا رقم الهاتف تبعكم، تمام؟ وبتتبعوا التعليمات اللي بيقولكم عليها، بيقولكم حطوا رقم الهاتف، تحطوا رقم الهاتف أنتوا. بعد ما تحطوا رقم الهاتف تجيكم رسالة على رقم الهاتف تبعكم، بيقولكم حطوا الرمز اللي إجاكم على الرقم اللي حطيتوه، تاخذوا الرمز وتحطوه وبتعملوا له تأكيد. بس تعملوا له تأكيد بتأكدوا إنه أنتوا يلي أكدت هذا الموضوع وفعلت هذا الرقم، تمام؟ هي خلصنا من هي النقطة، يعني لازم تحطوا إضافة رقم هاتف وتأمنوا الموضوع بإضافة رقم هاتف، هي كتير ممتازة، تمام؟ عنا ميزة تانية كمان للأمان، أمان بالله، إضافة مزيد من الخطوات الثانية لإثبات هويتك، يمكنك إعداد خطوات احتياطية إضافية تمكين من تسجيل الدخول حتى في حال عدم توفر الخيارات الأخرى. هلا لازم نكبس على كلمة الإعدادات. بعد ما نكبس على كلمة الإعدادات رح ينقلنا هو على هي الصفحة هلا اللي رح أورجيكم إياها. يفتح لي على هي
الصفحة. هاي الصفحة شو عم يقول لي هون؟ عم يقول لي حفاظ على بقاء هذه الرموز الاحتياطية آمنة في أي مكان ولكن مع إمكانية الوصول إليها. يعني دير بالك على هاي الأرقام اللي إجتك واحفظها بمكان يكون آمن وما حدا يوصلها، تمام؟ لأنه هاي الأرقام ممكن إذا أنا حدا اخترق موبايلي عن طريق الرقم الهاتف مثلا اخترقه أنا مالي منتبه، بحسن رجع الحساب تبعي عن طريق الأرقام والرموز هاي بالطريقة الثانية، تمام؟ فهون عم يقول لي إنه هاي أنا بعتنا لك الرموز خليهم عندك. هون بإمكاننا نحن نعمل لهم تنزيل للرموز، نزلهم عنا، وبإمكاننا نعمل لهم طباعة نطبعهم على الطابعة، تمام؟ فهي طريقة تانية لأنك أنت تعمل حماية لقناتك. رح نرجع هلا، تمام؟ طبعا أنا لو أرجيكم شغلة، أنا مجرد ما أني فتت هلا كبست على هي الكبسة تبع الرموز الاحتياطية، كبست على كلمة الإعدادات، فورا أعطاني اللهم صل على سيدنا محمد، أعطاني إشارة وبعث لي رسائل على إيميلي تفرجوا. شوفوا شو كاتب لي هون، كاتب لي التنبيه بشأن أمان حساب، تنبيه أمني، تم تغيير إعدادات ميزة التحقق بخطوتين. شايفين؟ يعني دغري بعت لي رسالة وعم على الإيميل تبعي عم يقول لي إنه دير بالك في حدا غير، أنت ولا مو أنت؟ فأنا هلا فوت على الإيميلات هاي اللي عندي هون أنا، تمام؟ شوفوا بعد ما فتت على الإيميل، شوفوا شو عم كاتب لي هون، تم إنشاء رموز احتياطية في ميزة التحقق بخطوتين. تم إنشاء رموز احتياطية جديدة لتسجيل دخول إلى حسابك على جوجل. إذا لم تنشئ هذه الرموز بنفسك قد يكون شخص آخر يستخدم حسابك، يرجى التحقق من الأمر وتأمين حسابك الآن، تمام؟ فهي القصة إذا كان في عندي أي مشاكل دغري أنا لازم فوت على حسابي بقى وشوف مين اللي عم يخترق ومين اللي عم يعمل القصص هي كلياتها. بس بما أنه أنا ما في شيء، أنا اللي عم ساوي هاي القصة هاي، بسكر الرسالة هاي وخلصت، تمام؟ هلا مثل ما كن شايفين رجعت على الصفحة الرئيسية اللي هي مكتوب هون كلمة الأمان، بطرح ما قلت لكم فوت أول شيء، تمام؟ هلا في عنا كمان شغلة تانية كتير مهمة لازم نفعلها، شو هي؟ شوفوا شو كاتبين عندي هون، طرق التحقق من هويتك، يمكنك استخدام طرق التحقق هذه للتأكد من أنك الشخص الذي يسجل دخول أو للتواصل معك إذا كان هناك شخص مريب في حسابك، تمام؟ هون هلا في شو حاطين لك؟ حاطين لك رقم الهاتف لاسترداد الحساب. يعني غير الرقم اللي حطيناه نحن هنيك تبع الموبايل الاساسي تبعنا، فينا نحط رقم تاني. كيف بنحط رقم موبايل تاني؟ مثلا اذا عندكم رقم موبايل تاني بامكانكم تحطوا مثلا رقم موبايل تاني مشان تحسنوا تستردوا كمان الايميل او القناه لا سمح الله اذا انسرقت من عندكم من رقم الهاتف التاني، تمام؟ يعني هون فيكم تحطوا انتم رقم هاتف تاني وتحسنوا بقى اذا مثلا هاتفكم الاساسي ما حسنتوا تسترجعوه، بتفوتوا من هذا الرقم ساعتها وبتحسنوا ترجعوا الحساب تبعكم. طيب هلا انتم كيف يعني بتسترجعوا حسابكم؟ شو الطريقه بهي انتم يا حضركم؟ الطريقه انه انتم بس تحطوا رقم هاتف هون، تمام؟ اذا حدا حاول يفوت على موبايل الايميل تبعكم من الرقم الاساسي تبع الموبايل اللي انتم حاطينه، تمام؟ وحسن يفوت منه، انتوا بتكونوا حاطين رقم تاني هون، بيجيكم كمان رسالة على الرقم التاني. الرقم التاني بيجيكم رسالة عليه بيقولكم انه في شخص فات على حسابك، فهذا الشخص انه انت ولا مو انت؟ اذا كان هو حسن يتمكن من جهازك الاساسي، الرقم التاني اللي انت حاطه هذا على الجهاز التاني بتقوله لا، بس تقوله لا بيقعدوا هنا دغري بيوقفوا له الموضوع تبع الاختراق، تمام؟ يعني فكرة كتير حلوة. كمان بالاضافة عندك هون حاطين لك البريد الالكتروني لاسترداد الحساب، يعني انت هون بتحط ايميل تاني غير ايميل القناة تبعك اللي موجود عندك للاسترداد. شو بصير كمان؟ كمان نفس الشيء بتحط انت ايميل تاني هون، كمان اذا تمكن من ايميلك الاساسي اللي انت حاطه هنيك وحسن يخترقه كمان بيوصلك ايميل على هذا الايميل تبع الاسترداد، تمام؟ وبيقولوا لك انه في شخص حاول يفوت على حسابك، انت ولا مو انت؟ كمان بتقول له مثلا انه اذا انت ولا مو انت، تمام؟ نفس الرسالة اللي وجدتكم إياها أول شيء. فهذول الاثنين لازم كمان تفعلوهم، بتفوتوا بتحطوا رقم هاتف تاني إذا عندكم، وبتحطوا إيميل تاني كمان عندكم مشان إذا تمكن من الحساب الأولاني تحسن تسترجعوا يا بالرقم يا بالإيميل، تمام؟ هذول كتير مهمين لحتى إنه تحافظ على إيميلك وجهازك. اتفقنا؟ اتفقنا. هلا بننزل لتحت لهون،
بس ننزل لتحت لهون، هون شو عم يقولوا لك؟ عم يقولوا لك انه يتم الأجهزة اللي موصول هلا انا جهازي عليها والامور كلها تمام، اللي هو الياكو هذا، تمام، سامسونج جالاكسي نوت بلس. هذا الجهاز عملوني هو اللي مربوط حاليا بس على هاي الحساب، ما في اي حساب تاني. اذا كان في عندك حدا مخترق الجهاز وعم يتجسس على امورك وفي مشاكل، بتلاقي محطوط عندك هون جهاز 2 3 4، يعني بتلاقي اكثر من 4 اجهزة مثلا. هدول 4 اجهزة بتطلع انت مين هذا مثلا 4 اجهزة، انا ما عندي غير هذا الجهاز مثلا جالاكسي نوت، هلا انا هون اموري تمام. اما اذا كان في عندي مثلا محطوط لسه جهاز 2 3 او كذا، بتطلع هيك انه مين هدول الاجهزة انا ما بعرفهم. فبامكانك انت ساعتها تفوت على الجهاز هيك، تمام، بتفوت على الجهاز، بس تفوت على الجهاز يوم هون بيقول لك انه هذا الجهاز تبعك، تمام. شوفوا انا مثلا انا رابط مثلا كمان رابط القناة تبعي هي على جهاز تاني عندي التاب، فرابط على التاب. شوفوا عاطيني هون في جهازي وجهاز التاب. هلا انا هون لو عندي مشاكل مع هذا الجهاز بامكاني فوت عليه، شايفين، وبيعطيني التفاصيل هون. شو بيقول لي؟ بيقول لي انه هذا الجهاز بالمانيا، تمام، والجهاز انه فات بتاريخ 20/12/2020، يعطيني التفاصيل اللي فات فيها الجهاز عندي. بالإضافة بإمكاني أكبس على البحث عن الجهاز، بكبس على البحث عن الجهاز بيبحث لي عنه عن طريق الجي بي اس، تمام. فموضوع كتير 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 حلو ممتاز. نرجع، فهي النقطة هون تنتبهوا لها، تمام. عندكم نقطة كمان كتير مهمة، شوفوا شو مكتوب هون: تسجيل الدخول إلى المواقع الأخرى. تسجيل الدخول باستخدام جوجل، لا تستخدم حسابك على جوجل لتسجيل الدخول الى اي موقع او تطبيقات، تمام. شو يعني؟ هلا انا رح اكبس عليها وفوت. شوفوا شو فتح لي، فتح لي هون مثل ما عم تقروا، شوفوا شو عم يقرا هون. هلا انا لو كان في عندي هذا الحساب تبع الجوجل تبعي مرتبط باي حساب تاني او مرتبط باي برنامج تاني، بيطلع لي هون بهي المكان الفاضي، بيطلع لي انه مربوط مثلا بلعبة بوبجي، انه مثلا مربوط ببرنامج كذا، مربوط ببرنامج كذا، بيشرح لي اذا هون مربوط. اذا كان مربوط بكبس انا على اللي بفوت وبقول له ازالة الربط، بس اعمل له ازالة الربط بيلتغى الربط من الموضوع، تمام. يعني ما حدا بيكون مربوط برنامجه او حسابه بحسابي، تمام. هي كمان لازم تنتبهوا عليها، معلش سامحوني انا عم بشرح لكم بالتفصيل. ليش؟ مشان لانه هي شغلات دقيقة، يعني شغلات ما بتنحكى انه والله بديتين ولا ثلاثة ولا اربعة، شغلات دقيقة، فكرمال هيك انا عم بحكيها بتفصيل، تمام. هي كل شيء شغلات مهمة انا قلت لكم شرحت لكم عليها. هلا رح احكي لكم على السريع، ما رح اطول، على السريع. انتم بعدين بس فوتوا على هالمكان هذا بتشوفوا واحدة واحدة وبتقروا واحدة واحدة وبتشوفوا شو كل واحدة شو ترتيبها وشو شغلها، تمام. رح نروح هلا على اول وحدة اللي هي الصفحة الرئيسية. هاي الصفحة الرئيسية عم يقول لك الخصوصية والتخصيص، بامكانك تفوت عليها وتشوف هالقصص كلها انت هي، وتشوف كل شيء معلومات وتقرا وتعرف الموضوعات. بالاضافة عنا هون المعلومات الشخصية، معلومات شخصية عنك، بتفوت عليها بتلاقي هون الصورة اللي حاطين لك اياها بحسابك. هاي اسم قناتي، قناة المواد التعليمية، تاريخ ميلادي، ذكر، كلمة السر، معلومات الاتصال، حط لي هون الايميلات اللي انا واصلها بهي القناه، اللي حطيت الايميلي انا الاساسي وفي ايميل ثاني تبع استرجاع. الهاتف حط لي تحت كمان رقم الهاتف يلي انا حاطه عندي على الجهاز. ملفاتك الشخصيه، كل شيء امور بتفوت هون انت حابب تعدلها بتعدلها. اتفقنا، ما راح نطول. يلا البيانات والتخصيص، هون شايفين ثم اقتراحات بشان الخصوصيه، انه في عندك مثلا اقتراحات، عناصر التحكم والنشاط، اقول لك النشاط على الويب وفي التطبيقات مفعل، سجل مواقع جغرافية مفعل، يعني شغلات مفعلها انت بجهازك كلها، تمام. اي اللي بعدها الامان اللي حكينا عنها، الاشخاص والمشاركة. هون اذا انت عندك مثلا جهات الاتصال، اذا انت عندك ارقام موبايلك اذا كانت منسوخة على جوجل بتلاقيها منسوخة هون، تمام. يتم حفظ المعلومات جهاز الاتصال، تفاعلات، يعني انه بيحطوا عملوا لك نحن نحفظ الارقام والقصص هي كلياتها مشان التفاعل واكثر بحسابك، تمام. تحت عندكم هون شوفوا المحظور، المحظوره، اذا انت حاضر ناس عندك بالايميل ولا بالقناه
ولا كذا، بتفوتهم بتلاقيها بالمحظورين. تمام، هي شايفين كل شيء معلومات على الموضوع هذا. يلي بعدها خلينا نفوت على هي اللي هي الدفعات، طرق الدفع. هون اذا انت عندك مثلا بدك تشتري شيء من الانترنت، فانت بتحط طريقه دفع، بامكانك تفوت لهون انت وتحط اضافه طريقه دفع. تمام، بتحط اضافه طريقه دفع اللي بدك تحطها انت عندك هون، بتحط بيبال مثلا، وبتصير بقى تستخدم انت عن طريق البيبال اي شيء بدك تدفع عنه. تمام، هاي بالنسبه لهذا الموضوع. نرجع تجربة جوجل، يمكنك الاطلاع على معلومات وانشطتك، اي نشاطات انت بتعملها، عمليات الشراء. هون اذا انت شاري شيء من هذا الموقع بتفوت هون بتلاقي كل شيء عمليات شراء انت شاريها. يعني في كتير امور لازم الواحد ينتبه عليها ويدير باله ويراقبها، لانه هاي شغلات نحن عايشين هلا بوقت بخوف. والله يا جماعة عن جد نحن عايشين هلا بوقت بخوف. عالم التكنولوجيا خطير، وفي كتير ناس متخصصة بهالمواضيع، اختراق، هكر، ضرر، اذى. يعني في كتير شغلات بدنا ندير بالنا منها. تمام، فهي انا اعطيتكم هلا المعلومات كلياتها عن الامان تبع القناة تبعكم والايميل تبعكم والجهاز تبعكم. تمام، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالموضوع، وان شاء الله ما تكونوا مليتوا واني طولت عليكم. بس مثل ما قلت لكم لازم اني اشرح خطوة بخطوة مشان كل شيء تشتغلوه على اصوله. تمام، فبتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.